بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. طبعا كل سنه وانتم طيبين. احنا خلاص سحور رمضان نبدا نحضره مع بعض. احنا عملنا حاجات كتير قوي مع بعض، لاني كنت عايزه اعمل اكتر واكتر ولكن الوقت ضيق جدا. فدلوقتي هنعمل مع بعض السحور، يعني خلاص اخر حاجه بقى. كل سنه وانتم طيبين يا رب. شويه اقول لكم نعمل الكحك خلاص. كحك العيد خلاص. هعمل حاجات مع بعض. دلوقتي الفول طبعا اساس السحور، عشان اخلي بقى الفول كده زياده شويه، فيه شويه غذاء زياده وحديد زياده. وطبعا احنا اساسي الفول لان هو ما بيهضمش بسهوله، فبتقعدوا فتره طويله من غير ما تجوعوا بسرعه. الفول بقى انا هضيفه له ايه جديد المره دي؟ بصوا انا عندي فول نقعاه، بنقعه من بالليل للصبح، يعني بقى حوالي 12 ساعه على الاقل. تمام، نقع فول بيبقى المنظر ده كده 12 ساعه. ونقع ايه معاه؟ حمص، بنزود القيمه الغذائيه ليه، حلو جدا. حمص اللي هو حمص الشام بتاعنا، تمام اهو. وقمح، قمح بليله برضه هضيفه عليه، وعدس وجزر وطماطم، وهتطلعي ان شاء الله ان شاء الله احلى فول مدمس. ما تقوليليش اقدر اجيبه من اي حته ولا استسهل ولا الكلام، سهل جدا 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 جدا. اما تجربيه هتعرفي انك تعملي حاجه حلوه قوي. يعني احنا بندلع بقى السحور بتاعنا ان احنا خلاص يوميا لازم هناكل فول. بنعمل ايه بقى؟ احنا نقعنا الفول خلاص، ببدا ان انا اخده كده احطه في دماسه او حله، ما يجراش حاجه. بس طبعا الدماسه زي ما اتفقنا هي مصممه ان هي تسوي حلو جدا وتهري معايا الايه؟ قشره الفوله. شرحت لكم قبل كده يعني اول ما عملوا الدماسات، اولا احنا بنقول الوش علشان ما يسودش، تبقى كميه كبيره بتسود، كميه صغنونه كفايه قوي اللي هي قد طبعا يعني كده، دي بقها كبير بيبقى اصغر من كده كمان، فبيبقى عاملين الوش صغنن عشان الحته الصغنن دي الحته الوش بيسود من الهواء لما تقصب الهواء. طيب ايه كمان؟ ايه كمان بيخلينا ايه اللي خلاهم يعني يجي لهم في دماغهم يعملوا الدماس؟ ايه يعني ما يسود هشيل الحته اللي على الوش؟ يعني لو اضطريت اعمل في حله ولا حاجه، بتعملي في الحله وبعدين بتسيبيه يبرد خالص وما تقلبهوش بقى، ومن بالراحه من على الوش تشيلي الايه؟ الطبقه الرفيعه السمراء اللي على الوش دي. طيب بس ايه ايه الفرق بين الحله وبين الدماسه؟ الدماسه دي بتعمل ايه؟ بتوزع الحراره ازاي؟ بتاخد الحراره من تحت وتجيبها وتاخدها على جوه وتشقلبها تاني، فتلاقي الغليان بيبقى عامل كده. الغليان اللي عامل كده بيهري الفوله اكتر وبيهري القشره بتاعتها، فدي اللي عمله بسببها ايه؟ الدماسه. فهنحط كده الفول اللي انا نقعاه، عشان كده دايما تلاقي كله محدش طبعا في اي مكان بيدمس غير في دماسه، مش بيدمس في حله. بس احنا ساعات بقى وحمص يعني على نص كيلو، بصوا على نص كيلو على الكيلو الفول، او يعني هو كيلو الفول بياخد كوبايه من الحمص، كوبايه من العدس الاصفر، والقمح نص كوبايه. تمام، او خليها والله لو كوبايه مش هتقول حاجه، يعني كوبايه 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 مع كيلو الفول اهي كوبايه، مش هتقولي لا ما تقدرش. تمام، هحط عليها طماطم تخلي لونها حلو بقى كده، بتخلي اللون. في ناس بيحطوا لون، في ناس بيحطوا بابريكا، في ناس بيحطوا شويه كركم، فانا حطيت الطبيعي كله. ولو عايز تحطي كركم، حطي بابريكا، مفيش اي مانع.
بس هو كده حلو قوي قوي قوي. وجزرايه دي بتتهري برضو تدي طعم مسكر للفول حلو قوي. بفتحها كده عشان تتهري خالص. تمام، يبقى هنا الفول المنقوع عليه. بصوا بقى الحاجات، كيلو الفول لو انا هجيب ده طبعا كميه كبيره، عليها كوبايه عدس اصفر، كوبايه قمح اللي هو قمح البليله، كوبايه من الحمص منقوع. تمام كده بس. وقامله بقى، املاها ميه، فضل ميه. بملى ميه يعني لغايه اسيب حته قد كده، ما احطلهاش ميه بس، وبعدين هغطيها حلو كده واحطها تغلي. بعد ما تغلي هروح مديها ورقه الومنيوم، ورقه الومنيوم كده، واكمرها ووطي عليها النار شمعه. ووطي عليها النار ايه؟ شمعه لمده حوالي 6 ساعات على النار شمعه. ما تقوليش 6 ساعات كتير، لا انت هتنسيها اصلا. يعني انا هحطها دلوقتي تغلي كده دلوقتي على نار عاليه عادي تغلي، وبعد كده اروح زي ما قلت لك احط لها ورقه الومنيوم واسيبها ايه؟ اوعى تكون مش انتي. لا مش انتي، كملها بس كده. طيب افرضي انا المكان بتاعي هنا ما خدش كل كميه الميه اللي انا عايزه احطها للفول، يبقى لازم تعملي ايه؟ تحطي ميه مغليه. يعني تروحي مشغله الكاتل او مشغله البراد، تحطي تغلي ميه. لو حبيتي تزوديها ميه لازم ميه مغليه، لو حطيتي ميه ساقعه بتجلد القشره بتاعتها. تمام كده؟ هندمس فول بمنتهى البساطه والسهوله والجمال. فكره الحمص والقمح فكره هايله جدا جدا معاها. بنتسحر ايه كمان؟ بنتسحر طعمين. طبعا ده بقى بنسيبه ما يبرد خالص خالص خالص، وبعدين ابدا ان انا احطه في اكياس وبطه الكيس كده يعني فوق بعضهم كده وادخلهم الفريزر. طب الطعميه بقى برده فول مدشوش، جايبه له ايه كمان عشان يبقى غني برده؟ برده حمص. تقولي مش هتسحر طعميه؟ لا ما فيهاش حاجه على فكره خالص، بس عايز تقليها، عايز تحطيها في الفرن زي ما انت عايز تعمليها عجه، كل ده ممكن نعمله من عجينه الطعميه. انا جايبه فول مدشوش والحمص والخضره اللي هي شبت بقدونس كزبره، ويا سلام لو في كرات، كرات البلدي ده فظيع. كل ده حاضر، وبصل وتوم طبعا. بص بقى بصل وتوم، يعني انا جايه مثلا هعمل كيلو من الفول عشان اخليه بقى عندي يقعد لاخر رمضان مش هيحصل له اي حاجه. هجيب بصلايه كبيره وهجيب راس توم بحالها وافصصها، وبعدين اخدهم وافرمهم مع بعض. تمام؟ واروح فرمهم. أول كده واروح حاطه ايه الحمص ومعاه الفول. يعني انا جايبه هنا على الكيلو الفول كوبايه حمص برده كبيره، كوبايه حمص. عايزه تكتري كتري، بس يعني انا ايه يعني مش عايزه اكلف الموضوع قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. واروح طحنه برده، وفي الاخر هحط بقى ايه الخضرة. بس اطحن الاول دول شوية كده اغرها شوية، وازود بقى الخضرة شبت بقدونس كزبرة. وهطلع دلوقتي فاصل وهوريها لك بعد الفاصل. وفاصل ونور على ورجعنا من الفاصل. بص بقى انا عجنت العجينه بتاعت الطعميه بالشكل ده، فرمتها حلو جدا كده. لما تحسي بقى ان هي تقيله ناشفه قوي اديها شويه ميه صغيرين جدا، بصي حبه ميه صغيرين هتلاقي الموضوع مشي معاكي حلو قوي. نبدا بقى نديها ايه؟ ملح وفلفل وشويه شطه لو حبه، والكمون طبعا اساسي، والملح ما تكتريش. ادي الكمون شويه صغيرين قوي يدوا حقيقه حلوه كده ليها، وبس على كده. كده الطعميه خلصت. تمام اهي، ادي كده الطعميه
احطها على اخواتها وابدا ان انا ايه احطهم في اكياس في الفريزر. لما تطلعيها بقى بتطلعي بتسيبيها تسيح طبعا، وطبعا بتحطيها في اكياس رفيعه. يعني ايه رفيعه؟ اقول لك دلوقتي. طبعا ايه، بص ما خليش ولا حاجه لان هي كل حاجتها يعني محترمه، برضو مش هتجيبي طعميه زي دي من بره مهما كان المحل اللي انت تشتري منه غالي، مش هتجيبي طعميه زي دي. طب انا بس احط الزبادي ايه، احط اعمل الزبادي اوريه لك برضو، بس ادفي اللبن. انا جايبه لتر لبن كيلو يعني، ادفيه تدفيه اللي هو دمعه العين، يعني احط صباعي جوه ما يتلسعش. تمام، ده الفول بعد ما برد، ودي الطعميه اللي انا عملتها. بس طبعا مش هعبي غير لما تكون الحاجه ايه، طبعا الفول بارد جدا. وهنا انا بخلط، انا بعمل الطعميه على كذا مره عشان المطحنه مش بتشيل، فلازم اقلب عشان كله ياخد نفس الايه الفوائد كلها في حاجه واحده. في حته خضره كتير، حته توم اكتر، بصل اكتر، فابدا ان انا كلهم اطحنهم مع بعض بالشكل ده. وبرده ما تخليهاش ناعمه قوي، يعني خليها سنه الخشونه دي تدي قرمشه. لما تنعميها قوي زي العجينه كده ما تبقاش حلوه، لا بتبقى طريه قوي، انما الحته دي بتدي قرمشه. انا هعملها اكياس وبعد كده احطها في الفريزر. لما اطلعها من الفريزر بروح بظبط لها بقى شويه الملح والفلفل بتاعتها، واحط رشه كربوناتو. رشه ايه؟ كربوناتو. خليكي فاكره الكلمه دي كويس عشان دي تديك الهيشان بتاعها. انا مثلا كده حلو قوي، عايزه تكتر حسب ما انت عايزه افراد الاسره عندك قد ايه، وعلشان بقى تبقى تطلع معاكي بسهوله بروح عاملاها كده علشان ما تاخدش، ما اقعدش بقى اتلك فيها وافك سنه، اما تفك كده تفك معاكي بمنتهى السهوله كده. ماشي، واروح واخده الكيس ده ثانيه كده اهو، حابه تحطي ده جوه كيس تاني تخافي مثلا على ما يتلج ان هو يسيح ويطلع من الكيس من بق الكيس، اروح حطاه كده واعمل كله بنفس الطريقه. اجي اطلعها من الفريزر مفيش 10 دقايق هتكون فكه معاكي اهي كده. والفول نفس الحكايه اهو كده. اخد بقى الطبق اللي انا هاخد مع الطبق قد ايه، ما تعملهوش كلاكيع، ما تعمليش كلاكيع فول كده وتربطيه وخلاص، لا هي لازم كده، دي احسن طريقه ومش هياخد منك اي وقت. تمام اهو، اتني كيس كده واروح حطاه في الكيس التاني. عايز تحطيهم كلهم في علبه ماشي، يعني ممكن ترصيهم فوق بعض في علبه لو مش عايز تحطي اكياس اكياس كده، بس كده. انا هعمل طبعا كل ده في الفصل دلوقتي، بس الحق اعمل لكم كمان الزبادي كده. خلاص هو اتدفى. شوف الاخبار ايه، اه هو دي دمعه العين. بجيب بقى عشان تبقى يعمل لي رغاوي ويعمل لي وش حلو، باخد كيلو اللبن ده احطه في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. خلطه الخلاط دي بتعمل لها وش، واحط علبه زبادي يعني ممكن مش كلها، يعني علبة زبادي اللي هي صغيرة اللي هي 110 جرام دي، علبة زبادي هي دي الخميرة بتاعتها. ممكن بقى تنوعي في الزبادي ده للأطفال بقى حلو جدا، عصري بقى فراولة، حط لهم جوز هند، حط لهم بصي زودي زي ما انت عايزه، حط لهم شوكولاته قابله للدهن، حطي اي حاجه فيها، حطي كاكاو حتى يبقى زبادي بكاكاو، نوعي بقى زي ما انت عايزه. حبيبي الاولاد في الزبادي اضرب بقى كويس قوي اللبن ده. لا 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 والنبي لا، حرام حرام حرام، استنى عشان انقصه شويه. اوعى اوعى اوعى، حرام، استنى شويه. حاضر ثانيه واحده، أنا أقلل ده بس ثانية كده، أضربهم على مرتين
عشان ادينا اتعلمنا خلي بالنا من اللبن. واروح ايه ضربة تاني وبعدين ايه هوريك هعمل فيه ايه بعد الفاصل عشان انضف الدنيا دي. الفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل ودلوقتي هنعمل انواع من الجبنه. هندلع العيله كده على السحور وهنعمل لهم من جبن ارخص نوع جبنه اللي هي الجبنه القريش. هنعمل معاهم كام نوع كده شيك قوي وادلعهم كده على السحور واعمل لهم حاجات من الغاليه مع ان انا عملاها بايه بجبنه قريش. ازاي؟ بصي بقى انا عندي جبنه قريش خلاص بتاعتنا عاديه جدا، هزود لها اضافات بسيطه جدا هتخليها غنيه جدا. معايا واحده واحده كده هنبدا مع بعض ايه نشتغل فيها. انا عندي خلاط او كبه او اي حاجه، هاخد هنا مثلا هاخد ربع كيلو من الجبنه القريش قطعه، هحولها لكم جبنه خطيره. هحط عليها قطعه من الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قولي كده ايه معلقه كبيره مليانه. هحط عليها شويه لبن قد يعني النص الربع كيلو ياخد نص كوبايه لبن، تمام؟ واضربهم دول كده مع بعض. هضيف لها اي اضافات يعني دلوقتي بس خلاص هوريك ده شكلها ايه. عايزه مثلا اعملها بايه؟ دي ممكن احط لها حبه البركه، بقت جبنه كريمي بحبه البركه. حطيت لها زبده وخليتها ايه متدلعه على الاخر. سميت لبن كمان سميت. كنت عاملها على فكره كبه البصل كمان في اي نوع مفرمه عندك. واقلب وارجع لها تاني. انت عايزاها خايفه قوي، انا عايزاها كريمي. ماشي خلاص كده اهو. هي كمان هتلاقيها جمدت بعد كده. هتلاقيها بعد كده راحت ايه جمدت. اروح حطها. بسم الله الرحمن الرحيم. اثبتي عشان انضفها. دي كده جبنه كريمي بالزبده وهحط لها عايزه تسيبيها ساده، عايزه تحطي لها حبه البركه، عايزه تحطي لها شطه، عايزه تحطي لها اي حاجه. اهي جبنه كريمي ريحتها وطعمها تحفه. تمام كده. دي انا ممكن عشان بس ما اوسخش الخلاط احط لها هنا حبه البركه. انا بزود القيمه الغذائيه للجبنه وبحولها لجبنه غاليه جدا. هي هتجمد عن كده مش تفضل سايحه قوي كده، لا بتجمد. ماشي ده كده نوع من انواع الجبنه. ممكن احولها لايه تاني؟ بصي برضو. طب خلي دي ونستعمل ايه التانيه برضو. دي حلوه قوي وتخلط معانا اسا. اللي عنده دي هيستخدمها اسا، بس انا بقولك الخلاط عشان ما عندوش هيستخدم الخلاط يستخدمها. هياخد قطعه جبنه برضو قد ربع كيلو، هحط عليها زبادي قد علبة زبادي، هحط عليها قد نص كوباية لبن، ممكن احط زبدة ممكن لا، يعني ممكن اكتفي هنا بالزبادي. تمام.
دي بقى انا هحط لها ممكن شويه زعتر ماشي، ونعناع ناشف معاها كده مع بعضيها. انا حاسه اني لخبطت المقادير على بعض ولا ايه؟ شفت المكنه دي حلوه على طول بتلخبط، بس اضرب حلو قوي. تمام، واروح صباها. يبقى دي فيها ايه؟ زبادي ولبن وزعتر ونعناع، ده نوع من انواع الجبنه تاني لسحور رمضان ان شاء الله. بالنسبه تقولها دي من غير زبده. تمام كده، ودي اخف بقى، ولو حابه تزود لها زبده مفيش اي مشكله. حاضر، تمام كده. ادي برطمان جبنه تاني. ايه كمان في عندنا؟ بالزيتون. اروح عامله، ناخد ممكن نعمله مكان ده عادي. دي بقى انا هحط له الزيتون في الاخر، يا دوبك ياخد له ايه لخبطه، يعني خبطه واحده بس، ما تسوديش الجبنه. يعني لو انت فرمتي الزيتون معاه هتلاقيه اسودت. هياخد جبنه ولبن، كوبايه لبن، انا الربع حط عليه كوبايه. تمام، وقطعه الزبده هنا برضو، زبده طريه درجه حراره المطبخ طريه دي كده. واروح خلطاهم ايه برضو مع بعض كويس جدا، وفي الاخر احط لهم الايه الزيتون. هو الربع كوباية لبن، الربع ايه كوباية لبن، الربع عليه كوباية لبن ومعلقة زبدة واي نوع حاجة انا عايز احطها لك. الزيتون بقى، الزيتون هي لخبطه واحده بس، اكسر الزيتون، اكسر الزيتون عشان ما سودش الجبنه، يبقى لونها اصفر هيتضايقوا منها. بس كده، واروح جايب لها الهبطرمان. طيب اسيبكم في فاصل وهوريكم، لسه عندي نوع انواع جبن تاني بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى ورقه الالومنيوم اللي هحطها على الفول عشان بدا ان هو هيغلي. هروح بقى ايه واخدها كده احطها كده. تمام، هو بص بدا يغلي اهو، هيبدا يفور، مش هستنى لما يفور، انا عاملاها كده، حاطه دي كده وابدا اعمل لها ايه الكتمه دي كده. تمام، واوطي عليها النار. خلاص بدا يقبقب كده، اعرف انه هيتنمرد على طول. اروح ايه مش عايز افقد اي ميه فول، اوطي عليه النار بقى همسه 6-8 ساعات انسيه، لغايه بس كده بعد تلات اربع ساعات انا كده حط ميه كويس جدا. ابدأي قلبي بكبشه وشوفي، لقيتيه عايز ميه يبقى هنزوده ميه مغليه. اوكي، نوع الزبده التاني بتاع الجبنه، عشان عايزه اعمل لكم كمان عيش عشان نشيل للسحور، وعيش برده متغذي كده ومتدلع. هروح حاطه هنا، فين الخلاط جه؟ هنحط خلاط احسن. دي بقى عايزه خلاط احسن، جبنه موزات دي. دي جبنه بالزيت. بعمل ايه؟ بحط هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، على الربع كيلو قولي كده نص كوبايه زيت. ماشي؟ نص كوبايه زيت ونص كوبايه لبن او اكتر شويه من نص كوبايه. قرب يعني كوبايه او كوبايه الا ربع، واضربهم مع بعض. بقلب شويه عشان الايه؟ الزيت يتقل حبه، عشان الزيت يتقل.
واروح واخده حاطه ربع كيلو جبنه، واقلبهم تاني عجينهم حلو قوي. دي بقى انا هعملها بالشطه. ما انا محترماك وعامله لك قيمه يا خلاق، مفيش فايده فيه. طبعا هو المكنه الثانيه اسهل، بس انا عشان عايزه كان الزيت يتقل، يتقل بخلاط احسن. احط له بقى شطه، ده طبعا اختياري، انا ممكن اخليها ساده خالص. وممكن اهي بصوا بتبقى بقوامنا، شايفين قوام الجبنه اهو، دي الجبنه اللي بالزيت. نص كوبايه الزيت، عليها حوالي كوبايه الا ربع من اللبن، عليها ربع كيلو من الجبنه القريش، وبعد كده هديها شويه شطه، وده اختياري. ممكن ما اديهاش كتير، بس انا عايزه الونها شويه، يعني بقول لكم بدلع الجبنه. بص لونها، لونها جميل جدا. بس كده، في انواع جبن كتير كتير كتير، انا كنت عايزه حلقه لوحدها من جبنه القريش احولها انواع جبن كتير جدا. ممكن تحط عليها مرطه، مرطه السمنه تبقى هايله معاها. بس هم كفايه كده دول، عشان انا بس الوقت معايا خلص، فلازم ان انا الحق اعمل لكم العيش. الجبنه خدت حقها وزياده. لا بصوا العيش بتاعنا بقى، هنا انا هعمل بنص كيلو، اعمل انت بكيلو يا دوبك عشان احطه في الفريزر. فانا هنا جايبه 3 كوبايات من اللبن، الدقيق 3 كوبايات من الدقيق، عليهم نص كوبايه من اللبن البودره، انا مغذياه برضو زي ما قلت لكم مدلعاه جدا، معلقه من خميره، معلقه من السكر، ورشه الملح، وهعجن بميه. ادي كده بصوا هنا اهي، وهفرد على رد عشان برضو حكايه مغذيه. 3 كوبايات معاهم 3 معالق كبار من اللبن البودره اللي هي نص كوبايه، وعليها معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، ورشه ملح، وهعجن بميه، وطبعا بسيبها تخمر واشتغل فيه عيش عادي جدا زي اللي احنا بنعمله على طول على الطاسه. ولو عايزاه محمص بعد ما احطه في الطاسه واحطه في الفرن. اطلع فاصل واوريها لك بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى العجينه الخمرانه، هي طبعا هي لسه في العجان، ما خمرتش طبعا، انما دي خمرانه. بنعمل ايه بقى؟ بصوا هو ده كده الخامس ولا ده الرابع يا ولاد؟ ده كده ايه؟ والله ماشي اوكي. بصوا احنا كده عايزه حتى بس واحده افرده لكم، بفرده بقى على رده علشان ابقى انا استفدت ان انا دخلت رده جوه العيش، ما يبقاش عيش شامي بس. فباخد كده اهو كده اهو، واحط عليه العيش بالشكل ده. خليه بقى يبقى هو من بره ابيض، بص من فوق انا بحط الدقيق، ومن تحت الرده، تمام اهو كده، ومن فوق ادي بالشكل ده، فيطلع لك بقى الرغيف ايه؟ فين الشبكه هنا يا ولاد؟ فيطلع لك العيش ابيض قوي، وانا استفدت ان الرده تحتيه، بس كده كده هتتاكل برده. فلما اجي افرد بالشكل ده هوريكي دلوقتي اللي احنا مسوياه. وطبعا حلو جدا انك تفردي كله وتسيبيه، انت بقى اعملي كيلو، اعملي 2 كيلو، برده كله يرجع حسب المكان اللي عندك في الايه؟ الفريزر. لان انا بشيله في الفريزر، حطه في الطاسه كده واشيله في الفريزر.
بعد ما اسويه اسيبه يبرد تماما واروح حطاه في الفريزر اهو كده. فانت بقى اعملي وافرجي كله كله وبعدين قومي سوي بقى وشغلي الفرن. ده بتبقى حاجه حلوه جدا معاها عشان يفضل الطبقتين بس، طبعا بيبقى ملدل بقى مش بيبقى طري. هوريكي كده انا عاملاه دلوقتي. بسم الله زي ما اتفقنا نشمع ونقلب. بصوا اللي عاملينه بالشكل ده، ده معمول نفس الحاجه، معمول هنا رده وهنا ابيض. افتح العيش من جوه هلاقيه ابيض جدا، ابيض اهو عشان ما بيحبوش العيش الاصلي عشان الرده تبقى فيه. انا تحت الرده اهي مخبيها لهم تحت، هياكلوها هياكلوها تمام. مش لازم يعني تبقى كلها مسمره لي رغيف العيش. بعد ما بعمله بالشكل ده ويقب معايا بروح بكون مشغله الفرن واروح حطاه على ايه؟ على الشبكه، يبدا ان هو يفضل سخن معايا ويفضل يعني يفصل الطبقتين زي المحمص. عايز تحمصيه حمصيه، لو حابه تعملي كام واحد كده تخليهم محمصين عشان الفته او كده ممكن جدا عادي تمام. بس كده ادي كده عملنا مع بعض النهارده الفول، عملنا الطعميه زي ما قلت لكم طريقه تخزينها شكلها ايه، عملنا الزبادي، عملنا انواع من الجبن وكده، والعيش كمان. وكده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. الى اللقاء. Thank you.